بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي فيكم مرة أخرى في درس جديد، في درس لمادة الفيزياء 4 في 311 للصف الثالث ثانوي، درس دوائر التوالي الكهربائية. أهدافنا لليوم بتكون بنوصف دوائر التوالي، من ثم بنحسب اللي هو التيارات، بنحسب المقاومة المكافئة، الهبوط في الجهد في هذه الدوائر، من ثم بنوضح اللي هي مفهوم مجزأ الجهد في هذه الدوائر. أول شيء، شنو معنات دائرة؟ درسنا اللي هو في الفصل الثاني معنات الدائرة الكهربائية، وقلنا الدائرة الكهربائية هي عبارة عن إن بيكون في عندي مصدر جهد، بيكون في عندي أسلاك، وبيكون في عندي مقاومة. لا، دائما اللي هو مصدر الجهد هو عبارة عن بطارية بيعطيني الجهد، زين، فنتيجة وجود اللي هو فرق في الجهد بيصير في عندي اللي هو تيار، واللي هو بيضاء هذا المصباح. زين، الآن إذا كان عندي أكثر من مقاومة أو أكثر من مصباح في هذه الدائرة الكهربائية، طريقة التوصيل هي اللي بتخليني أسمي نوع التوصيل اللي عندي. فلاحظ عزيزي الطالب بأن هني التوصيل عندي مصباحين، وهاي المصباحين يسر التيار من الموجب وبمر إلى اللي هو المصباحين، بيكون التيار واحد في هذه الدائرة، فيأخذ تيار واحد. زين، سؤال، ماذا يحدث لإضاءة المصباح لو احترق المصباح الآخر في دائرة التوالي؟ فإذن هني أنا عندي مصباح، زين، وهاي المصباح احترق. بالتأكيد عزيزي الطالب بأن المصباح الثاني إيش بيصير فيه؟ سوف ينطفئ، لأن دائرة التوالي تصبح مفتوحة وغير مغلقة. لازم، قلنا من أساسيات الدائرة الكهربائية أنه لازم تكون مغلقة. إذا المصباح ذي انكسر، معناته الدائرة الكهربائية إيش صار فيها؟ انفتحت. زين، ما هي القوانين اللي أنا لازم أطبقها في حساب اللي هي التيار والجهد الكهربائي والمقاومة المكافئة؟ دائما عزيزي الطالب، مثل ما قلنا بأن التيار الكلي هو عبارة عن التيار، لاحظ أولا هاي اللي هي الدائرة، هنا عندي اللي هي الجهد الأصلي بيسر التيار. التيار الكلي اللي هي نسميه اللي هي توتال، اللي بمر على اللي هي المقاومة هذه، هو نفس اللي بمر على المقاومة الثانية. فإذا التيار الكلي يساوي T اللي هي IA IB، وإذا كان عندي أكثر من مقاومة نسميها IC. الجهد الكهربائي، لازم تعرف عزيزي الطالب بأن الجهد الموجود هني سوف يتوزع على مقدار، طبعا شلون يتوزع؟ على حسب مقدار المقاومات الموجودة عندك عزيزي الطالب. فهني إذا الجهد هني الكلي يساوي مجموع الجهود الموجودة عندك، فإذا كان عندي أكثر من مقاومة VA VB VC، إذا كان عندي بعد مقاومة ثانية نسميها VD وإلى آخره. بالنسبة للمقاومة المكافئة، شلون أحسب المقاومات المكافئة؟ زين، لاحظ عزيزي الطالب إن أنا عندي هنا أكثر من مقاومة، شلون أحسب مقاومتهم الكلية؟ فأقول R الكلية نسميها R total تساوي RA plus RB. زين، إذا كان عندي ثلاث مقاومات plus RC، كان عندي أربع مقاومات plus RD. بناخذ طبعا مثل ما تعودنا كل مرة إن ناخذ القانون الفيزيائي نطبق عليه دايركت، وهاي أحلى شيء في الفيزياء. فدائما عزيزي الطالب تاخذ ورقة وقلم وتركز معاي بعد آلتك الحاسبة، وتكتب العمليات الحسابية اللي احنا بنسويها اليوم عشان يطلع لك الجواب صحيح. وصلت المقاومات 5 أوم، فإذا المقاومة الأولى بنخليها نسميها RA وتساوي 5 أوم، و 15 أوم، يعني المقاومة RB تساوي 15 أوم، والمقاومة 10 أوم، يعني RC تساوي 10 أوم. في دائرة توالي جهدها، يعني جهدها الكلي، يساوي 90 فولت. ما مقدار المقاومة المكافئة للدائرة؟ فأنا هني مطلوب عندي إني أنا أطلع اللي هي المقاومة المكافئة اللي هي R
توتال. شنو القاعدة؟ بكل بساطة أجمعهم جمع جبري عادي، فهني RA plus RB plus RC، فبيصير عندي 5 زائد 15 زائد 10، بالنتيجة بيصير عندي الإجابة اللي هي 30 أوم. وما أنسى كتابة الوحدات عزيزي الطالب. الآن مطلوب من عندي مقدار التيار. مقدار التيار احنا قلنا ان التيار ما يتجزأ، بالتالي هو يسألني في الفرع الثاني من السؤال يسألني عن I total. زين، خلينا شوي نتذكر الدرس اللي طاف. كنا أخذنا قانون أوم، وقلنا أن قانون أوم هو عبارة عن المقاومة اللي تساوي الجهد على التيار. الآن أنا أبي التيار، فإذا I تساوي V على R، وأعوض تعويض مباشر. الـ V اللي هي الجهد المصدر اللي عطاني إياها وتساوي 90 فولت، على مقدار المقاومة الكلية اللي طلعناها وتساوي 30 فولت اللي هو أوم. بالنتيجة بيكون الإجابة بكل بساطة إن التيار يساوي 3 أمبير. وما أنسى كتابة الوحدة. أتمنى عزيزي الطالب إنك طلعت الإجابة الصحيحة اللي هو معاي. نروح إلى تمرين آخر. وصل سلك بعشرة مصابيح. لاحظ عزيزي الطالب إن عندي كم مصباح؟ 10 مصابيح، أي 10 مقاومات. أوكي، هاي أول معلومة. والمقاومات إيش فيها؟ متساوية ومتصلة على التوالي بمصدر جهد. هاي مصدر الجهد اللي هو V يساوي 120 فولت، يعني الجهد الكلي يساوي 120 فولت. فإذا كان التيار المار في المصابيح، إذن التيار الكلي لأنه ما يتجزأ، فسيدة جزمت أنه هو التيار اللي هو الكلي. من وين أنا عرفت أنه هو التيار ما يتجزأ؟ من كلمة شنو؟ عزيز الطالب، كلمة التوالي هي اللي خلتني أعرف أنه هو تيار ما يتجزأ. كم يساوي؟ أعطاني إياها اللي هو 6% أمبير. المطلوب المقاومة المكافئة، نفس الشيء القانون اللي خذيناه من قبل اللي هو قانون أوم، بعوض فيه عندي الجهد الكلي اللي هو طبعا V على I، بعوض 120 على 0.06. بالتالي عزيزي الطالب بتكون الإجابة بكل تأكيد بأن المقاومة تساوي 2000 أوم أو 2 في 10 أس 3. وما أنسى كتابة الوحدة. الآن عزيزي الطالب ننتقل إلى الفرع الثاني من السؤال، وهو يقول مقاومة كل مصباح. إنزين، إحنا قلنا أن المقاومات متساوية، هذا يعني أن R أن R1 تساوي R2 إلى آخره. إنزين، الآن عزيزي الطالب بكل بساطة إحنا نعرف أن مقدار المقاومة اللي هي الكلية زين هو عبارة عن مجموعهم. كم مصباح عندي؟ 10. زين، ففي المقاومة اللي هي الكلية لهم، لأن أنا بجمع R1 زائد R2 زائد R3 زائد R4 زائد إلى ما أوصل للعشرة. كم مقدارهم كلهم؟ بدل ما أجمع أحطهم 10 ضرب الR. تمام؟ الآن أنا بطلع مقدار كل واحدة فيهم اللي هم متساويين أصلاً. فبكل بساطة طلعت هني أنا اللي هي R total زين، واللي تساوي عندي 2000. فأنا بحرك اللي هي بس القانون، فبصير عندي R تساوي R total على 10. بكل بساطة بقسم 2000 على 10، فبصير عندي الإجابة 200 أوم، أو الإجابة بتكون بتطلع لك عزيزي الطالب بالآلة الحاسبة بهالطريقة. وما أنسى كتابة الوحدة. الآن دائرة الهبوط أو الهبوط في الجهد في دوائر التوالي. شنو معنات الهبوط في الجهد؟ مين اسمها؟ معناته إن كل جهد موجود عندي في المصدر اللي هو المصدر الأساسي بيكون في عندي جهد معين لهاي البطارية. عندما يمر في مقاومة معينة فإن هاي الجهد سوف يتقسم أو سوف يتجزأ.
انزين ليش قلنا هبوط؟ معناته هاي الجهد المصدر الاساسي ايش بيصير فيه؟ بقل. الجهد اللي هني بيكون اكبر شيء، وهني بيتوزع الجهد عندي. فاذا مر تيار عزيز الطالب في اي دائره، يجب ان يكون مجموع التغيرات، مجموع التغيرات في الجهد زين اللي هو مجموع التغيرات، الجهد اللي هني بنسميه VA والجهد اللي هني بنسميه VB مثلا، يساوي ماذا؟ يساوي مصدر الجهد الاصلي. زين لو طرحناهم من بعض بصير التغير في الجهد عزيز الطالب يساوي صفر. شو نستخدم العلاقة الرياضية؟ بكل بساطة اللي هو قانون أوم، لكن حركناه وغيرنا فيه. فتصير لو أنا بحسب الجهد عند مثلا المقاومة B، باخذ التيار الكلي اللي ما يتجزأ في مقدار المقاومة B. لو أنا بحسبها عند V اللي هو A، بصير VA تساوي I total اللي هو اللي ما يتغير في مقدار المقاومة A. بناخذ تمرين وتطبيق فيزيائي. وصل مصباحين مقدار الأول 22 أوم ومقاومة الثاني 4.5 أوم. فإذا هني عندي مصباح وهني عندي مصباح. الأول لاحظ عزيزي الطالب، إذا هاي المقاومة اللي هي RA، هني RB. زين على التوالي مصدر جهد، إذا مصدر الجهد يساوي 45 فولت. المقاومة المكافئة احسب اللي هو مقدار المقاومة المكافئة في الدائرة. بكل بساطة عزيزي الطالب، المقاومة المكافئة R total مجموعهم الجبري، بما أن عندي مقاومتين ف RA زائد RB، فبعوض مباشرة فبصير اللي هو الإجابة النهائية عندي عزيزي الطالب 26.5. ننتقل إلى الفرع الثاني من السؤال وهو التيار المار في الدائرة. يبيني أحسب التيار، يعني يبيني أحسب I total. إنزين شو نحسب I total؟ نفس الشيء، دائما الفيزياء مترابطة، القوانين مترابطة، فأرجع للمعلومات السابقة اللي درستها ولا أنساها. أخذنا أن قانون أوم يقول أن أنا إذا بحسب اللي هي المقاومة اللي هي تساوي الجهد على التيار. الآن اللي أنا بحسبه ومجهول عندي ماذا عزيز الطالب؟ التيار. فإذا بخلي المجهول على صوب، فآي توتال تساوي الجهد على المقاومة. إنزين هني الجهد اللي عندي كم مقداره عزيز الطالب؟ التيار مجهول. الجهد اللي أعطاني إياه يساوي 45 على المقاومة الكلية اللي طلعناها، مو أخذ مقاومة واحد منهم. لازم أركز أني أنا أخذ المقاومة المكافئة، والمقاومة المكافئة تساوي 26.5، والإجابة النهائية بتكون بكل بساطة بالآلة 1.7 أمبير، وما أنسى كتابة الوحدات. الآن عزيزي الطالب نروح نشوف الفرع الثالث من السؤال وبنحسب الهبوط في الجهد. ليش قلنا هبوط؟ لأن الجهد الأصلي معناته بيتوزع. أوكي الآن بنشوف القانون المستخدمة. طبعاً بقسم الحل إلى جزئين لأن أنا عندي مقاومتين، وإذا كان عندك عزيزي الطالب أكثر من مقاومة بعد تطلع كل جهد حق كل مقاومة. القانون شو يقول؟ إن أنا إذا بطلع الجهد عند المصباح A يساوي التيار الكلي في المقاومة RA. أيضاً إذا بطلع الجهد عند الB فأنا باخذ التيار الكلي وبضربه في المقاومة B. الآن بكل بساطة كم المقدار التيار اللي طلعناه اللي هو I total قبل شوي، اللي هو بيكون 1.7. إنزين والمقاومة RA فرضناها 22. إنزين بنروح إلى المقاومة الثانية، التيار الكلي اللي هو 1.7 والـ RB اللي هي 4.5. الآن الإجابات النموذجية بتكون عزيز الطالب عقب ما طلعها بالآلة، إنزين بتكون 7.7 للمقاومة RB
واللي هي للفي اي بتكون 37.3. وما انسى ان انا قاعده استخدم جهد فاقيس وحده الفولت. زين الحين شلون نتاكد اذا اجابتنا صح؟ فاروح عزيز الطالب اجمع هالجهدين مع بعض، فبلاحظ ان اذا جمعتهم بيعطيني اللي هي مجموعهم يساوي مصدر اللي هو الجهد الاصلي اللي هو يساوي 45. زين بناخذ تطبيقات على دوائر التوالي. زين من هاي التطبيقات اللي هو مجزئ الجهد، وهو عبارة عن دائرة توالي تستخدم لإنتاج مصدر جهد بالقيمة المطلوبة بالبطاريات إذا جهدش فيه وايد عود. من هذه المجزئات اللي هي المجسات الضوئية، وهي عبارة عن مجسات اللي هو تستخدم مقياس اللي هي لكمية الضوء اللي ساقط عليها، وتصنع من مواد شبه موصلة، ومثال عليها السيليكون. زين شلون تشتغل هذه اللي هي اللي هي المجزئات او المجسات الضوئيه؟ اول شيء عزيز الطالب بيسقط ضوء، اذا سقط كميه كبيره من الضوء على مقاومه ضوئيه، زين راح شو يصير فيها هذه المقاومه؟ راح تقل المقاومه ويقل الجهد. ليش؟ لان انا عندي قانون اوم، زين فتقل قراءه الفولتميتر، لان الفولتميتر اصلا شيء يقيس لي الجهد. فإذا كانت كمية الضوء جدا كبيرة بيقل الجهد، زين وبتقل قراءة الفولتميتر، وإذا كانت كمية الضوء قليلة بالتالي بتزداد قراءة الفولتميتر. بكل بساطة فالعلاقة بينهم عكسية، بالتالي يتم تحويل الجهد الناتج عن المقاوم الضوئي كمقياس لكمية الضوء. فإذا كمية الضوء هي اللي تعطيني اللي هي قراءة حق الجهد، فإذا كمية الضوء هي اللي تعطيني قراءة حق الجهد. أتمنى عزيز الطالب أنك أنت استوعبت معانا درس اليوم وفهمت عدل. ألقاكم إن شاء الله في درس جديد الحصة القادمة إن شاء الله، وشكراً.